اي والله لا دال شي خان الافعى اهل الفعايل لا دعال وقت صمله كل نزل حمول لا ثقال شيال يشيل حمله الغير ويشيل حمله هاليوم والله من على قف القصير دعات الوقفات ورهت الشعر في محفل الهدال هذا اليوم عيد وغير عن عيد الضحية والفطر هم شيخات الولان وداد الضديد عن حزات الوقفات ما ساقت عذر يا مرحبا تساق القريب وبعيد يا مرحبا مليون للي نحضر صقر على الشدات والوقفة رصيد وشرواه بالمقاف والصملة ندم وابوه جعل بجنة المولى خليل عبد الإله وتشهد بطيب البشر يدينه اللي ملاها بالطيب قيد همال جوده مثل وبال المطر وجده عويد يرحم رب العبيد يا جعل ابو عارف له الجنة مقر ومثل الضفان والراية السديد لسيرة بين النشامة بتلا دايم تفك الحديد لا صملت بقدومه هدق الصدر عوايد الهدال في العلم الشديد ما هي تهاب الوقت وتهاب الخطر فعايل الهدال مسبان الطريق ده العزوه اللي ضربها وسط النحر عمامه اللي فعلها طنخة وجي اهل العزايم والمواقف والفخر وخواله اللي بكمة الطارات تسيد لجل الحماية في نواميس الظفر هاليوم نقدم الفنجال للضيف ونزيد والعود الازرق فاح من طيب وقدر بمحفل اللي سعد من حط عضيد عز الله اني يبشر بفسعه صقر صقر على الشدات والوقفة رصيد وشرواه بالمقاف والصمله ندم وابوه جعل بجنة المولى خليل عبد الاله وتشهد بطيب البشر يدينه اللي ملاها بالطيب قيد همال جوده مثل وبال المطر وجده دايم تفك الحديد لا صملت بقدومه هدي